مساء الخير يا أستاذ أحمد، مساء الخير لمشاهدينك الكرام. يعني خلينا في البداية الأول نقول مبروك للفارس الأبيض هذا الفوز النهاردة في هذا اليوم في مباراة مهمة في غاية الأهمية، سواء كان في التوقيت أو سواء كان في بطولة الدوري المصري. نجح الفارس الأبيض في الفوز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة رقم 127 على مستوى بطولة الدوري المصري منذ إنشائه، وفي النسخة 65 من هذه البطولة. المباراة كانت قيمة هنا نحن في مركز نادي شباب حدائق الأهرام اللي بالفعل شهد العديد والكثير من مشجعي الفريقين سلم اللي كانوا عليهم طوال الشباب اللي المباراة وراك. سلم في عليهم حالة الشباب اللي كبيرة جنبك من كلهم، الصراع والتنهيد بما يدور في سلم على كل طبعا طبعا الموجودين في كله حدائق بعت لك الأهرام. السلام، وطبعا خلينا نتفق انه الاهلاويه كانوا منتظرين كلهم الفوز النهارده حبايبنا وكانوا مستنينا. خلينا بس نتعرف بحضرتك، قول لي اهلاوي ولا زملكاوي يا دكتور؟ اهلاوي. اهلاوي الدكتور حسين معانا، استاذ احمد موسى على الهواء مباشره. بنقول شفت المباراه النهارده ازاي؟ والله النهارده المباراه كانت يعني الفريقين لعبوا ومختلفة شوية عن ماتش الكاس. يمكن ماتش الكاس الزمالك لعب والاهلي كسب، النهارده الفريقين كانوا بيأدوا، ويمكن معظم الاحصائيات كلها 50-50، ويمكن الزمالك كان النهارده افضل اداء ليه، ويمكن تغييراته كانت فعلا مؤثره شويه عن الاهلي. تغييرات الاهلي كانت متاخره شويه، يمكن الاهلي رجع للمباراه وتعادل 1-1 وضيع كتير. يمكن هو عدم استغلال الفرص دي هي اللي ادت الفرصه للزمالك ان هو يعني يسجل ويجيب جون باخطاء. يعني انا بحمل خط الظهر طبعا الكره الثانيه، الجون الثاني ما يخشش يعني في النادي الاهلي. دفاع الاهلي المفروض ان يعني خبرته عاليه. فطبعا النهارده الماتش طبعا 2-1 هزيمه للنادي الاهلي اللي انا بشجعه. بنقول مبروك لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل كده ونعوض في الدور الثاني ونوصل باذن الله وان شاء الله. وبس اتمنى الماتش ما ياثرش مع الاهلي، لان ماتش الاهلي عنده ماتشات مهمه جايه في بطوله افريقيا. نتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يلم نفسه بسرعه، واحنا فعلا ثقتنا في الاهلي. ومبروك لنادي الزمالك. بشكرك دكتور على هذه الروح. خلينا لسه معاك يا استاذ احمد، برضو معانا الجماهير. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. برضو اهلاوي طبعا. طيب انت شفت المباراه ازاي؟ شفت الاداء بتاع الفريقين ازاي؟ شفت الاهلي وقع في ايه وجه في ايه؟ شفت الزمالك كان افضل ولا الاهلي؟ والله يا كابتن، هو الشوط الاول للامانه الزمالك فعلا افضل. لعبنا واجتهدنا، بس طبعا اديك حضرتك شايف مستر كولر انا بعتب عليه جامد جدا. ليه احمد عبد القادر؟ يعني احمد بدر رغم انه صاحب الهدف الاهلي انشط لاعب، وحضرتك نزل واديك انت شفت الفارق. ليه مودست؟ ليه مودست؟ كهربا جاهز. صحيح، كهربا جاهز. ليه مش كهربا؟ كل الكلمات دي بعتب فعلا عليه. قفشه فعلا يا كابتن يعني المفروض يريح الفتره دي للامانه. ومليون مبروك طبعا لنادي الزمالك، وهارد لك طبعا للاهلي. وان شاء الله باذن الله بوعد ان شاء الله باذن احد، وباذن واحد احد ان شاء الله هنكسب، وباذن الله هنكسب الدوري ان شاء الله. تمام، لسه بدري على الدوري. كلمتني كتير انت بين الشوطين كده واحنا بنتفرج على الماتش، وقلت لي انا اهلاوي صميم وعلى الاهلي هيكسب. رايك ايه بقى بعد ما الاهلي اتغلب النهارده؟ الحمد لله. يعني كابتن انا مش عارف في حد زملكاوي معانا؟ انت زملكاوي؟ اهلاوي برضه. طبعا الاهلي لعب اداء احسن، لعب ان كان الاستحواذ احسن، واثرت طبعا الغيابات زي امام عاشور، اثر عليه كابتن محمد الشناوي. صحيح، اثر عليه غيابات كتير، ولكن هو برضه لعب اداء احسن. وهارد لك للاهلي للزمالك، وان شاء الله نتقابل في دور 25/6 ان شاء الله. بنقول لحضرتك يا ترى انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ وانا الصراحه اهلاويه، بس جوزي زملكاوي، فانا ما بقتش عارفه انا اهلاويه ولا زملكاويه. خايفه تروحي ولا ايه؟ ده النهارده كسبان الحمد لله. فتمام الحمد لله، الماتش تمام، كان حلو صراحه قوي. يعني شايفه النهارده انه الزمالك بدا يرجع للفورمه الطبيعيه اللي احنا ممكن نشوفها في مباراه مهمه، المباراه الجايه. لا كده تمام، حاسه ان النحس هيتفك الحمد لله بتاعهم. ان شاء الله. يعني يا استاذ احمد زي ما حضرتك كنت متابع معايا كل دي، يعني خلينا نتفق انها مجرد بعض الردود الافعال اللي اتت بعد هذه المباراه، مباراه ال 127 في بطوله الدوري المصري بين الفريق الاهلي والفريق الزمالك. اخيرا في الاحصائيه علشان تكون الصوره مكتمله، بالتالي يكون الاهلي فاز كما هي النتيجه 49 مباراه، والتعادل بين الفريقين في هذه البطوله 50 مباراه، ويصل الزمالك بفوزه من 27 مباراة فوز إلى 28 مباراة. يعني هذه هي صورة ما عندي يا أستاذ أحمد، وعودة إليك محمد أبو سند. بشكرك وكل التحية لكل الشباب والأهالي والأسر اللي موجودة النهاردة،
ومره ثانيه بنقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه خلاص عيد الفطر مبارك، وطبعا لسه الناس رجعت النهارده من الاجازات اول يوم. بشكرك محمد وكل التحيه لكل اهالينا اللي موجودين عندك في نادي شباب الاهرام او نادي الاهرام حدائق الاهرام، بشكرك شكرا جزيلا عشان